فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا متابعتنا للميركاتو وكل ما يهم الميركاتو في تونس. نواصلوا مع انتدابات الملعب التونسي اللي اعلن اليوم تعاقده مع تقريبا واحد من احسن اللاعبين في العامين الاخرانيين في المركز نتاعه، الظهير الايسر السابق للاولمبي الباجي وسام السهيلي، موجود معنا بالتليفون. وسام اهلا بك. اهلا بك خويا وبجميع المستمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. دونك مبارك لك أسامة بالصفقة الجديدة نتاعك وتعاقدك مع ملعب التونسي، وكيفاش تمت الأمور؟ عايش خويا سلام يبارك فيك. والله اتصلوا بيا مسؤولين ملعب التونسي، قعدنا حكينا بجميع التفاصيل الكل، تفهمنا شفنا اللي فما بروجي معنا قدام باهي برشا، الحمد لله تفهمت معاهم على كل شيء واليوم أمضينا العقد. كيفاش كانت سهله المفاوضات صعيبه؟ طولت شويه المده كيفاش؟ والله ليش طولت، هما بريسك عندهم شهر معناها يكلموا فيها، تفهمنا معناها ماهيش صعيبه معناها المفاوضات، حكينا شفت اللي فما بروجي معناها وقصدنا ربي اليوم صححنا. علاش قلت لي عندك شهر؟ شنو اللي تبدل من البريود اللي فات وتو؟ ليه قعدنا معناها نحكي مع بعضنا خاطر بريسك بعيد دارنا، البريود هذيا طلعت لتونس معناها. باهي. أسامة، البريود اللي فات تقريبا الكل خطفت الأضواء في الأولمبي البيجي، خاصة على الكولوار اللي صار بوست ما فماش منها برشا، معنا نقص شوية في تونس في البوست نتاعك. حكينا شوية أسامة اللي ما يعرفكش، وين تكونت؟ علاش تأخر شوية البروز نتاعك؟ أنا صحيح تكونت جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري، خرجت مشيت عملت عام ونص في جربة، ومن بعد 3 سنين في بيجا معناها كانوا 3 سنين باهيين على الآخر. الحمد لله عملنا كما نقولوا 3 سنين باهيين في بيزا سيرتو العامين الاخرانيين، واحد برز خاطر واحد كما نقولوا كان صغير تو كبر شويه، الحمد لله خويا بيزا كانت هي اللي معناها حطتني عطتني فيها ثقه، والحمد لله واحد ورا الحمد لله. اسمك تطرح في الفترة الماضية في أكثر من فريق، شنو حقيقة الفرق هذم أسامة؟ قال كلام على رجال البيضاوي، قال كلام كيف على الترجي، قال كلام ايضا على السي اس اس، شنو حقيقه العروض هذه؟ والله ما نكتبش عليك خويا اسلام، الرجي هذايا والله ما نعرفش، ما فماش الحقيقه، ما فماش حتى مفاوضات مع الرجاء. اما سمعت به، سمعت به الاخبار. سمعت كيفك، ما فما حتى مفاوضات، ما نعرفش شكون خرج. ما كلمك حتى حد. ما كلمني حد، ما فما جمعيات كبار اخرين اتصلوا بيا، لا غالب معناها ما تمتش. تمتش معناها المفاوضات. من تونس ولا من خارج؟ من تونس، ليه من تونس. معناها موجود الاسبيرونس والسي اس اس في الفترة الماضية. موجود في الاخر المفاوضات معناها كانت لاعبين اخرين، الاختيار كان لاعبين اخرين. ما نعرفش امور فلوس شنو بالضبط؟ ما تفهمتوش معناها؟ لا مش متفهمناش، اتصلوا بيتصل بيا شكون من جمعية كبيرة. كنا كيما نقولوا باش نتفاهمنا باش نصحوا العقد، ومن بعد بدل الاختيار نتاع الزمايل. واضح. باهي، شنو طموحاتك مع ملعب التونسي وسام؟ فريق كبير اكيد، حتى الانتدابات قام بانتدابات متميزه جدا الملعب التونسي في الفتره هذه، اكيد الاهداف تبدلت. صحيح كيما قلت لك، والله اي واحد كيما يتمنى باش يلعب ملعب التونسي جماعه كبيره من قبل مش من توا. كما قلت لك شفنا اللي فما بروجي بقدرة ربي سنة باش نعملوا عام باهي مع بعضنا، سيرتو هيك شفت الريكريتمونات باهيين، إن شاء الله بقدرة ربي نعملوا عام باهي سنة وترجع ستاد بلاصتها الحقيقية إن شاء الله. كان فما إمكانية باش تواصل في بيجا وإلا لا؟ من الأول كان شو نتاعك الخروج من الأولمبي الباجي؟ الأولمبي الباجي الحقيقة ما صحيح ما خرجت، كتبت كما نقولوا في فيسبوك اللي معناها غادرت الأولمبي الباجي. اما من بعد ما كانش فما اتصالات معناها، ما اتصل بيا حد من المسؤولين اني يعني باش نجدد ولا باش نزيد معاهم، ما اتصل بيا حد الحقيقه. لا وقت اللي كنت غادي لمن بعد؟ وقت لا حتى ما فماش اتصالات رسميه معناها باش نقعدوا نحكيو باش نزيدوا عام، ولا ما فماش حاجه رسميه. واضح. يمكن هما قالوا لي في بالنا بيك تمشي للرجاء ولا ما نعرفش وين. انا ما اتصل بيا حد من بيجا قال لي معناها شنو الكونترا. كان عندك استعداد تواصل انت في بيجا؟ كان فما عارف بيها يعني شنو معناها بيجا عدت فيها 3 سنين باهيين معناها زعما كيما قلت لك عندها فضل كبير معناها دور تو في الوقت الحالي. كاين زعما كور معناها كان زعما عارف بيها نواصل في بيجا على شنو.
سينو وقتاش تبدا التمارين ان شاء الله مع الملعب التونسي؟ والله ان شاء الله انا الاثنين ان شاء الله كل الفرق. علاش شويه تاخير هذا؟ والله انا الاثنين ان بس معناها عندك نروح قضيه؟ عادي باش نروح للدار، عادي الامور عائليه، ونهار الاثنين ان شاء الله نباشر التمرين. ان شاء الله بالتوفيق. حكيت شويه مع المدرب اسكندر القصري؟ ايه والله نزلت انا قبل نخليك في الاخر وسام، لو كان عندك مساج لحباب ملعب التونس وحتى حباب لعب البيج اكيد يحبوا يسمعوك. والله انا لعب البيج كما قلت لك نشكرهم معناها على العباد اللي وقفت معايا في كتاب السينا هذوما، نشكرهم ان شاء الله نكون عديت معناها عطيت حق العباد في كتاب السينا هذوما. توا كما نقولوا تجربه جديده في الملعب التونسي، بقدره ربي معناها الواحد يطمح للخير، وان شاء الله نرجع الملعب التونسي كما قلت لك الدفعه الحقيقيه، وبقدره نشوف الملعب التونسي بوجه جديد ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صح، شكرا ليك اسامه وبالتوفيق ان شاء الله ليك وللملعب التونسي في تجربتك الجديده معاه خلال الموسم القادم. هكا نكملوا في بلاي اليوم، شكرا ناصر الساكري في الاخراج الرقمي، محمود الشلي في الاخراج، اجمل تحيات اسلام المدرب.